لماذا هي مباراة الأبطال بين الهلال والمريم؟ نتابع. ما بين جبروت أذاق قارته عناد أرقامه الصعبة تملأه النجوم ويحلق لوحده في سماء الذهب، لا يغيب ويسجل ألقابا كما الأهداف. والجبروت الإسباني ارتدى حلة سعودية ليعود من جديد مع كبار الليغا وسط الملوك وسحرة البلوغرانا وبقية أسياد المتعة الإسبانية. عالمي سعودي وعالمي ببصمة سعودية على أرض العراقة الكروية الإنجليزية. الهلال أمام الميرية في ليلة لقاء الأبطال. ليلة تاريخية تشهدها مدينة بريتن الإنجليزية بملعبها بيكل ستاديوم حين يواجه بطل الدوري السعودي وبطل آسيا الهلال الميرية الإسباني بطل الدوري الدرجة الثانية والمتأهل نحو الليغا الصعبة مع كبار الأندية الإسبانية. الهلال والذي يقدم جيلا ذهبيا من ألمع الأسماء السعودية والعالمية وحامل اللقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمرة ثالثة على التوالي ومحققا لقب القارة الأسيوية الصعبة لمرتين في ثلاثة أعوام. يعيش الزعيم الآسيوي واحدة من الفترات الاستثنائية بإدارة رئيسه الأستاذ فهد بن نافل وبحضور قوته الزرقاء المرعبة في كل حدث ليكون على موعد جديد في لقاء الأبطال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي يعرف جيدا توظيف الأسماء وسر الانتصارات الهلالية. في المقابل الميرية ذو المتعة الإسبانية والقوة السعودية الداعمة بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، فبعد الاستحواذ اتجهت بوصلة النادي الأندلسي نحو أضواء الكبار ليصل في الموعد المرسوم ويحقق الصعود كبطل لدوري الدرجة الثانية الإسباني وراسما خطط المنافسة بقيادة مدربه خوان فرانسيس روبي ومستقطبا العديد من النجوم الداعمة لصفوف الأسود في معاركها القادمة والتي ستبدأ بمواجهة النادي الملكي ريال مدريد في أولى جولات الليغا الإسبانية. الأزرق السعودي والروخي بلانكوس الإسباني في ليلة عالمية يلتقي فيها الأبطال ويرتقبها الكل.